السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهارده يا جماعة احنا بنعمل ايه؟ احنا بكل بساطة بنوريكم المترو والصابواي في أمريكا عامل ازاي؟ مختلفا عن الدول الباقية بقى، يعني عشان ايه بقى؟ أنت عارف احنا بالتحديد في نيويورك، بالتحديد قوي في بروكلين. وهي محطة مش بعيدة قوي يعني، محطات الطبيعية. تعالوا معانا. بص اقول لك على حاجه تعملها. okay. شايف وشي؟ دوس عليه وشد okay. كده لتحت. اوكي طلعت مربع؟ طلعت مربع اخضر؟ اخضر اصفر. الان اصبح اخضر. اقطع كده فولو مي. اللي مش فاهم برضو بقول لكم، يعني بقول لكم الكاميرا دي بتشتغل ازاي، وهعمل لكم برضو عليها ايه ده رحت فين. هبقى عامل لكم عليها برضو ايه ريفيو بحيث انتوا تعرفوها. يلا ان شاء الله ريفيو عن اعمل نفس الحوار اللي انت عملته قبل كده على وشي. okay. على وشي. اوكي يا يطلع يمشي يلحق. يلا يا عم من هنا. يلا كلم قول حاجة. كنت بقول لهم الحمد لله ان احنا لحقنا يعني نخش. المهم ان باختصار يا جماعه المترو هنا في نيويورك الموضوع مختلف شويه عن الدول العربيه او الدول بمعنى اصح. رقم واحد كارت المترو ليه الكارت اللي انا قلت لكم بتاع الاتوبيس الفيديو اللي فات هو اللي بتستخدمه في المترو، ولكن زي ما قلت لكم بقى يا اما بالتايم يا اما بالفاليو، يعني بتحط فيه فلوس يا بتعمله بالايه بالشهر مثلا. على حسب الشهر اعتقد ب 32 دولار صح يا فل؟ صح نعم 126 بالظبط. وبالاسبوع 32 نعم. ويا اما بتاخدها بالفلوس بالمره والمره بتكلفك 2 دولار 75 سنت. هتصبح 3 دولار ان شاء الله. قالوا كده فعلا، فربنا يكرمنا ونكون مشينا من بلاش. عشان نطلع يعني معانا فلوس بس بتاع بعض. لكن المترو عزيز نجيب كله كورونا وسلمين كورونا في كل حته وسلمين في كل حته وحاجه يعني عوض بالله، ولكن هو ستيل نضيف وفاضي لانه يعني الشحاتين خلاص ماتوا وخلاص دي بقى كده هوملس وريحه الشرابات المترو فيديو بتاع الهوملس. لو في حاجه عايزين تعرفوها عن المترو اسالوا في الكومنتس تحت واحنا ان شاء الله هنجاوبكم. ربنا يكرم ان شاء الله. خلاص كفايه كده يا بلاد.